حمام الجربان من جسر الزركة، عمري 25 سنة، عزبية. أي شيء بالرياضة مستعد أسويه. تقريبا يعني ليش أقول لك، تقريبا أقوى بنت بالجسر. انا مش فاهم ليش اول كانوا يفوتوا على المقبره، اول هسه حرموا، اول شو اللي غير لهم؟ احنا بدور طيب دور بنات حرام يفوت على المقبره. انتوا كله هنا بالبلد حرمتوا، واضح. لا فيش شيء محرم. ليش رينا تعرفي تعصبلونيش؟ كله حرمتوا انتوا، انا عارف هاي الشيوخ اللي اجت هذا كله حرمتوا بالبلد، كل شيء حرمتوا، الناس صارت تقتل بعضها. اخيل الله انت. والقتل منتشر بالبلد طبعا، القتل كتير منتشر. طبعا هذا مش اول ريتسخ، شنو كله حرام وممنوع ونعرف شو صادوا. طلع علاش انكتل هذا؟ يلا بينا نو، علاش انكتل؟ على بنت. طيب أصل البلد من العراق، من تكريت، بلد صدام حسين. قبل 500 سنة جاء إخوان اثنين من العراق، سكنوا منطقة حوران في شمال غور الأردن. يقال أنه بعد حادثة قتل كانت هناك، شرد الأخوان ووجدوا لهم ملجأ هنا في سهل الكبارة، وفيما بعد انتقلوا إلى المكان الذي تقع عليه القرية الآن. قرية جسر الزرقاء هي قرية عربية فلسطينية مسلمة، قرية الصيادين. لم تهجر قبائل الكرة العربية بعد حرب 48. يقال أن القرية لم تهجر لأن المستوطنة المجاورة بنيامينة بلد يهودية طلبوا أن يبقون لكي نشتغل عندهم. اليوم الجسر هي القرية العربية الوحيدة الموجودة على شاطئ البحر. يدعوننا باسم عرب الغوارنة نسبة لغور الأردن. الكرة العربية المجاورة مثل الجليل والمثلث قطعوا علاقاتهم معنا، بيطلعوا علينا وكأننا سوق بيت. يعني أنا عدة مرات بكيت أكل من الجسر، بيضحكوا معي ومن وراي بيضحكوا علي، فعشان هيك كتير أنا طبعا كمان في الكلية بكيتش أقول إنه أنا من جسر الزرقاء. لما بكيت أقول إنه أنا من جسر الزرقاء بيحكوا معي يومين ثلاث، بعدين بيستهزئوا علي، يعني شوفوا هاي من الجسر وهيك. الفوتبول بالنسبة لي صديق، صديق عمري. ولما بتعصبن او بزعل او بروح اعمل سبورت، بركض على البحر، بمسك الفوتبول بلعب. انا بنيت حياتي هيك على الثنتين، يعني انثى وذكر. انا كثير طلبت بنات بالبلد، عندنا بجسر الزرقاء طلبت كثير بنات، وكثير طلب وكثير رفضوني. ليش؟ بقول لك ليش، يقول لك هذا وش صياد وداير على البحور، يعني يدوب عايش حاله، بكره دا يفتح بيت عايش. هاي كل مسكها وكرسحوني. واذا اشوف من ادم شوي يتقدم يقول لك لاقوا حشيشي بالبحر. يعني مش عارفين، فلتين من الناس، يعني خراب بيت دبينا بجوره واحنا يعني اقل الناس. انا كساري، قريب كثير على قساري، قرية تاعتنا، وبين بين قساري وبين الجدار هذا. قساري بلد يهودية، من أغنى الناس في إسرائيل، وإحنا من أفقر الناس بإسرائيل.
سبحان الله طلعت حد بعض، بنوا جدار بس اللي يفصل بيننا وبينه.